أعزاء الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة في مهارات الاتصال، ودرسنا اليوم عن وصف الصورة. أيها الطلاب، تعالوا معي نصف الصورة معا. الدرس التاسع، مهارات الاتصال، صف الصورة. أولا أيها الطلاب، ما هذا المكان؟ هذه حديقة، أو تستطيعون أن تقولوا هذه حديقة المنزل. ومن تشاهدون في الصورة؟ فتشاهدون بنتين، أو تستطيعون أن تقولوا بنتين نشيطتين. وماذا تشاهدون؟ أيها الطلاب، انظروا إلى هذا الصندوق. هذا صندوق خاص لزراعة الخضروات والأزهار، وهذه سلة فيها خضروات مختلفة، ومن الخضروات التي نراها الخس، وفي هذه السلة خضروات مختلفة مثل الخيار والباذنجان والجزر والفلفل. ونشاهد أن في السلة فلفل أحمر، وفلفل أخضر، وفلفل أصفر. أيها الطلاب، انظروا إلى هذه النباتات. هذه أزهار، أو تستطيعون أن تقولوا هذه أزهار ذات ألوان مختلفة. هنا نشاهد أن لون هذه الأزهار وردي، وهنا لون هذه الزهرة بنفسجي، ولون هذه الزهرة أبيض. في يد هذه البنت إبريق الري، هي تسقي، أو تستطيعون أن تقولوا هي تسقي الخضروات والأزهار. وفي يد تلك البنت مجرفة، هي تنظف الأرض من الحشائش وتزرع الأرض. أيها الطلاب، هذه هي نهاية شرح الدرس، وأرجو أنكم استفدتم منه كثيرا. وإلى لقاء جديد قريبا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.